اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كيف سنخاطب الله عز وجل في الجنة ونسمعه ونراه؟ وهل سنراه أكثر من مرة؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وأعدها جل جلاله لعباده وأوليائه وأهل طاعته، فيها من النعيم ما لا يمكننا أن نتخيله أو نحلم به. وأقصى درجات هذا النعيم هو رؤية أهل الجنة للرحمن الرحيم، رؤيتهم لوجهه سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في القمر ليلة البدر؟ أي هل تشكون في القمر ليلة البدر؟ ليس دونه سحاب، ترونه حقيقة أم لا؟ القمر ليلة البدر مكتمل، ليس دونه سحاب. السماء صافية، تشكون في رؤيته؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك. رواه البخاري. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وأكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم، كما أن أهل الجنة فيها يكلمون ربنا جل جلاله ويكلمهم، وأنهم يتنعمون بسماع كلامه ورؤية وجهه جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا وهو الحجاب، كما روى مسلم رحمه الله في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قد سألته، أي عن رؤيته لربه عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. وفي مسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، أي كيف أراه؟ وقد دل على أن النور هو الحجاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجه الله تعالى نوره وجلاله وبهاؤه جل في علاه، كما أن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى كل جمعة، ويوجد من يراه في غير ذلك من الأوقات. فأهل الجنة متفاوتون في الدرجات وفي النعيم، ومن أعظم النعيم رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، بل هو أعظم النعيم. فكما يتفاوتون في نعيم الجنة الحسي، فهم يتفاوتون في نعيمها المعنوي.
كما أن أهل الجنة نسأل الله تعالى أن نكون منهم يسمعون كلام الملائكة ويسلم بعضهم على بعض، لكن سماعهم لكلام الله سبحانه وتعالى ومخاطبة الله عز وجل لهم ألذ وأشهى وأعظم في نفوسهم وأجلى. وهذا الكلام كما وصفه الله جل جلاله وأخبره عنه بقوله: سلام قولا من رب رحيم. وأفضل نعيم أهل الجنة كما قلنا مشاهدين الكرام رؤية وجه الله تبارك وتعالى، وأفضل ما يسمعون في الجنة وألذ مسموع صوت ربنا جل جلاله وهو يخاطب أهل الجنة وهو يسلم عليهم: اللهم اجعلنا منهم. وهو أعلى نعيم الجنة وأفضل نعيم الجنة الذي ما طابت الجنة لأهلها إلا به. ومن أراد أن يحرم نفسه من هذا النعيم فليحرم نفسه، نسأل الله العفو والعافية، وليقل: إن الله لا يتكلم لكنه له كلام عظيم يسمعه أهل الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول جل جلاله: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول جل جلاله: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعلنا ممن يقول لهم ربنا جل جلاله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقال عز وجل: إن خزان الجنة يخاطبون أهلها فيقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فيقول أهل الجنة في قول الله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وقال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ويسمع أهل الجنة نداء المنادي من الملائكة كما قال نبينا وشفيعنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم. كما أن أهل الجنة سيسبحون الله تعالى ويذكرونه ذكرا عظيما، فهل سيأخذ هذا منهم جهدا أو هل هذا الذكر يتعبهم؟ فاللسان والصوت: إذا أكثر الإنسان الكلام يتعب صوته، لكن أهل الجنة فيها لا يتعبون من هذا ولا يجدون أي جهد ولا مشقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. وأنت يا عبد الله كيف تتنفس الآن بشكل تلقائي طبيعي جدا وغير متعب؟ فهم كذلك يلهمون التسبيح كما نتنفس نحن الآن برحمة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام، ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه، فجعل تنفسهم تسبيحا، وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب تبارك وتعالى وامتلأت بحبه جل في علاه. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. كما أن في الجنة سوقا يقابل فيه أهل الجنة أهل الجنة. روى مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فاللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة ونعيمها وما فيها من الخيرات والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى والزيادة، ونعوذ بك ربنا أن نكون من أهل النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.